اكبردوا بالسرعة اللازمة كانت الانطلاقة. كانت التسديدة التي وجدت الحارس سيدريك بالمرصاد كانت من بوزوك يسري الذي انطلق بسرعة وجد نفسه أمام سيدريك سدد بالقوة اللازمة. هل انطلقت المباراة من خلال هذه الكرة؟ المحاولة من زورجان من هناك وحاولة المرور والاحتفاظ بالكرة يستفيد من المخالفة. يستفيد من المخالفة جرار يقول لم ألمس الكرة باليد كانت تحت الإبطة ولكن الحكم برايم يقول فيها المخالفة. تحرك الأتليتيك في هذه الكرة. هذا هو آدم زورجان الذي استفاد من كرة ثابتة في مكان خطير بالنسبة لأتليتيك بارادو. هاي الإعادة للتسديدة القوية كانت قوية من اللاعب نعيجي زكريا هو الذي سدد بقوة والحارس سيدريك كان في المكان المناسب. تنظيم الجدار الدفاعي من سيتولى التنفيذ هو بوزوك يسري لاختصاصه في تنفيذ الكرة الثابتة لأتليتيك بارادو في مكان مناسب في مكان خطير بالنسبة لدفاع شباب الوزداد مهم بالنسبة لأتليتيك بارادو. الأتليتيك في تنفيذ هذه الكرة الثابتة في مكان خطير تتنفذ وبعيدة كل البعد عن إطار المرمى. لم ينفذها بوزوك يسري بالكيفية اللازمة فوت على أتليتيك بارادو فرصة كبيرة لافتتاح باب التسجيل وعلى الأقل لخلق فرصة خطيرة بعد الفرصة التي خلقها نعيجي زكريا منذ لحظات بانطلاقه كم كانت خطيرة على الجهة اليمنى والتصدي المميز للحارس سيدريك. خبرة كبيرة جدا لعب كما قلت في عديد النوادي والآن يحط الرحال في شباب الوزداد لتعويض صالحي الذي انضم إلى شبيبة القبائل وقبل ذلك غادر الكثير من اللاعبين شباب الوزداد كانت هجرة جماعية ومع ذلك الأسماء الموجودة في قائمة شباب الوزداد بإمكانها أن تقول الكلمة هذا الموسم بشرط أن ينتهي موسم المشاكل وتتضح الأمور على مستوى الإدارة. هو نداء الأنصار الذي رفع قبل بداية هذه المباراة ارحموا الشبيب الشباب. الكرة إذا لصالح نادي شباب الوزداد محاولة التوزيع من بالغ التوزيع سهلة بالنسبة للدفاع لموالي وللأتليتيك بارادو ليخرج هذه الكرة بأريحية. نساخ في استقبال هذه الكرة يرجعها من حيث أتت طويلة تدخل زورجان آدم ضاعت لم يتمكن منها تركت أيضا زورجان آدم في الوسط يحاول ضبط الإيقاع خطيرة هذه الكرة الانطلاقة من هناك من مزياني الطيب مزياني أو يو 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 الدفاع يتدخل لازالت الخطورة للأتليتيك شبان أتليتيك بارادو لما يتحركون لما يرفعون الريتم يشكلون الخطورة على أي دفاع مهما كان تماسكه مهما كانت قوته مهما كان خبرة لاعبيه لأنه المهارة الفردية للاعبين والتكوين الأكاديمي يخليهم هكذا. انطلق بوداوي من هناك بوداوي هشام الصغير ولكن المهارات يجبرك على ارتكاب الخطأ ولكن الحكم برايم يقول مخالفة للشباب الإدارة. انذار مجاني تماما لموالي حمزه. طبعا في هذه الاثناء يزيد اعتقد بانه بالماضي يلتحق بالمنصه الشرفيه المدرب الوطني الجديد الذي عقد اليوم ندوه صحفيه يلتحق بنا الآن في ملعب عمر حمادي من أجل متابعة أطوار هذه المباراة. طبعا مسؤولية كبيرة لجمال بلماضي وتحديات كبيرة تنتظر هذا المدرب الشاب الواعد. كلام كثير قيل
تكلم الكثير، تكلم المحللين، تكلم الصحفيين، وتكلموا وتكلم، ولكن في نهاية المطاف أرضية الميدان والنتائج هي التي تتكلم. هذا وإذا جمال بلماضي المدرب الوطني الجديد رفقة طبعا أمين، واحد من المسيرين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حاضر معنا هنا في ملعب عمر حمادي ببلوغين. طبعا الشيء الوحيد الذي بإمكاننا قوله هو أننا سنكون جميعا خلف جمال بلماضي، ولو أننا بحاجة إلى السكوت قليلا، نترك المنتخب يعمل في هدوء، لأن الكلام والكلام والكلام في كل مرة انعكس سلبا على منتخب بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى هدوء، بحاجة إلى أشياء كثيرة في موسم كما هو صعب. تأهل إلى كأس إفريقيا، بناء فريق قادر على التألق في كأس الكان، وبعد ذلك الطموح لمونديال قطر. المهم نعود إلى هذه المباراة ونترك جمال بلماضي يكتشف أسماء، خاصة أسماء أتلتيك بارادو الواعدة فوق أرضية الميدان. طبعا الانطلاقة، طبعا حضور أيضا يزيد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد خير الدين زطشي أيضا حاضر معنا، التحق والآخر منذ لحظات، ولو أنه متواجد في غرفة المنصة الشرفية أعتقد بأنه لا يمكن التقاطه بالكاميرا. الكرة أيضا لصالح فريق شباب بلوزداد في هذه الفترة الصعبة والعارجة من المباراة. جرار يرسلها طويلة تسترجع من قبل الأتلتيك بارادو، بالغ طلب بالمخالفة، ولكن انطلاقة صعبة خطيرة كانت ناحية مزيان، ولكن كانت بعيدة وقوية هذه الكرة، كرات في العمق. هاي الإعادة أعتقد في عرقلة، كانت في عرقلة، بالغ، كان الخطأ مرتكب على بالغ الذي لا زال ساقطا على أرضية الميدان، لم يرى الحكم الخطأ المرتكب على بالغ سفيان على الصورة، بينما جمهور شباب بلوزداد يواصل مساندة فريقه كما قلت في بداية هذا الموسم الصعب. المدرب هذا والمدرب فرانسيسكو شالو مدرب أتلتيك بارادو يقال عنه بأنه صارم ويحظى باحترام كبير من اللاعبين، بينما دوا الرئيس الاتحادية خير الدين زطشي الذي يتابع المباراة إلى جانب المدرب جمال بلماضي الذي كما قلت عقد الندوة الصحفية اليوم، قال فيها أشياء كثيرة وكثيرة جدا. طبعا أهم ما قاله في هذه الندوة ستتابعونه بعد هذه المباراة مباشرة في برنامج استوديو المحترفين، الندوة التي حضرها زميل توفيق دربال. الكرة إذن لصالح أتلتيك بارادو، لم نشاهد فيها فرص كثيرة، بالغ هذه المرة الخطأ يعلن عليه، قتل حد الآن مباراة من دون فرص كثيرة تعلية تتعالى الأصوات لتنادي بالشباب وبالشباب سوج الذي لم يجد ضلته بعد في هذه المباراة أمام شبان الأتلتيك الذين يتحكمون في الكرة، ولكن من دون فرص خطيرة. التوزيع والدفاع في نهاية المطاف يتدخل، لا زالت الكرة لشباب بلوزداد، الشباب يحاول أن يضغط الآن مدعما بأنصاره، بالغ يوزع الكرة ناحية سيدي بي، كان بعيدا سيدي بي متأخرا في هذه الكرة التي تعود سالة لحمود الطيب وأتلتيك بارادو في إخراج هذه الكرة بالسهولة التي عودونا بها دوما، مع بوزوك يسري الذي عاد إلى الخلف ثم الانطلاقة، البحث عن من؟ عن آدم زرقان في الوسط، ضاعت منه هذه الكرة، آدم زرقان في أول موسم له مع الأكابر، وانطلاقة لشباب بلوزداد، لم تصل هذه الكرة إلى سالمي الذي طلبها في العمق، لم تصل، وضعت هذه الكرة على الشباب بوضاوي وشام يقدم الكرة أو بالأحرى تعود إليه من جديد، يراوغ لعمودي ثم بوزوك الذي ينطلق من هناك وتخرج إلى التماس، تماس لصالح أتلتيك بارادو. هل تتحرك المباراة الآن
ونحن ندخل الدقيقة العشرين. طبعا نحاول أن نعطيها الريتم اللازم، ولأن الريتم ماهوش عالي فوق أرضية الميدان. آدم زرقاني غير الجناح ناحية بوزوكو، لكنها سهلة لسيدريك الذي يستقبل هذه الكرة بالقدم، ينتظر حتى يقوم زميل نساخ ويربط رباط الحذاء ويخلي زملائه يتنفسون. إلى حد الآن مباراة هادئة من دون إثارة، من دون الفرص التي انتظرناها التي توقعناها هنا في ملعب عمر حمادي ببلوغين. هشام يلعب مباشرة مع زميله بوشينا مصطفى القائد، تصل إلى حمودي الطيب، حمودي الطيب لبوضاوي مرة أخرى، انطلق موالي من هناك، هل تصل الكرة؟ وصلت الآن، ستكون التوزيع، التوزيع في القائم الثاني. لم تخرج الكرة والمتابعة، ونساخ في آخر لحظة، نساخ في آخر لحظة ينقذ دفاع شباب الوزداد من هذه الكرة التي كانت تبدو طائشة، ولكن عيج كان هناك في الانتظار، وهو الذي لا يرحم أبدا. هكذا كانت التوزيعة، هكذا كانت التوزيعة من كرة كانت تبدو طائشة، ولكن كانت هناك المتابعة، وكاد يكون الخطر لولا تدخل نساخ في نهاية المطاف. الكرة لصالح فريق شباب بلوزداد. سلمي لما راه بعد بالكيفية التي عيناها، لاعب مهاري يتمتع بإمكانيات كبيرة جدا، ولكن كل شيء متوقف على الحالة النفسية كما قلت. التعادل اليوم مهم للشباب. وانطلق نعيجي، انطلق نعيجي زكريا، ماذا يفعل نعيجي؟ نعيجي يدخل داخل منطقة العمليات، يوزع الخطورة والتسديدة من بوزوك، وبوضاوي يحاول أن يسدد مرة أخرى، استرجع سيدي بي. الشباب يعجز عن عكس الهجمة بالسرعة اللازمة، يعجز شباب الوزداد ويعجز تريكات عن عكس الهجمة بالسرعة. تشعر بأنهم بدنيا ما همش جاهزين شباب الوزداد، تشعر بأنهم حضروا في ظروف صعبة، تشعر بأن كل الذي حدث أثر في نفسيتهم معنويتهم في معنوياتهم، ولكن هنا تظهر قيمة اللاعب، تظهر شجاعته، يظهر إصراره، مثل ما تظهر مهارات الأتليتيك في هذه الكرة وفي هذه الانطلاقة. ولكن تدخل دفاع شباب بالوزداد في نهاية المطاف، محاولة عكس الهجمة، محاولة الانطلاقة من هناك من جرار. الكرة بالوزداد يا لسلمي، خطيرة، صعبة، فرصة، ولكن احتفظ بالكرة أكثر من اللازم، لم يجد المساندة، يقدمها لسيدي بي. سيدي بي ماذا يفعل؟ سيدي بي يعود إلى تريكات، تريكات مضطر للعب هذه الكرة العرضية، مضطر ليلعبها مع أبو الأخوة، يرسلها طويلة أمامية سهلة إلى ضربة مرمى لصالح دفاع أو كرة لصالح شباب الوزداد، ولبالغ سفيان. بالغ سفيان في كرة أخرى للشباب. مساوي توفيق حارس مرمى الأتليتيك. التغطية الدفاعية. في مخالفة للدفاع أتليتيك بارادو ضد بالا الذي كان يبحث عن إثارة الخطأ. الصراع بينه وبين آدم زرقان بنية مورفولوجية كبيرة. أمس عشنا مع الوالد على الأعصاب مباراة الوثاق الصيفي أمام تيبي مازامبي، واليوم نعيش مع الابن ولكن براحة أكبر. الكرة إذن بالوزدادية مع بن دراوي، ريان لنساخ، ثم سيدي بي. سيدي بي لتريكات. يتحرك بالغ في كل مكان بحثا عن الحلول، بحثا عن المساحات. مباراة متكافئة إلى حد الآن بعد 25 دقيقة كاملة.
لعبناها من الشوط الأول النتيجة لا زالت صفر مقابل صفر. هذا هو فرانسيسكو شالو مدرب أتلتيك فاردو، يعيش المباراة على أعصابه غير راضي، إنه فعلا أتلتيك فاردو قادر على تقديم وجه أفضل مما نشاهده اليوم فوق أرضية الميدان. الكرة إذا دائما لصلاح أتلتيك فاردو في سلسلة التمريرات، لكن من دون خطورة فعلية. ماذا كاد أن يفعل نساخ في هذه الكرة؟ نساخ كاد أن يرتكب خطأ فادح في محور الدفاع، لحسن حظه أن تدارك الأمور. بالغ لم يتفوق في هذه الكرة. الانطلاقة من جانب أتلتيك بارادو مع بوداوي هشام لبوشينا مصطفى، تصل إلى زرقان، آدم يحتفظ بالكرة، يلعب مع بوضاوي هشام. الكرة دائما للأتلتيك مع بوزوك، ضاعت وتسترجع، لم يتفوق فيها في المرة الأولى بن دراوية، ولكن إلى التماس لصالح شباب بل وزداد. صعبة المباراة للفريقين. بن دراوية ريان هو الذي نفذ التماس، بوزوك يسري إلى التماس بعد تدخل حمودي الطيب. لم نستمتع بما كنا ننتظره هنا في ملعب عمر حمادي، كنا ننتظر المتعة من جانب الأتلتيك وننتظر الحرارة والرجولة من جانب عناصر الشباب. لحد الآن مباراة فيها الصراع، فيها الندية، فيها التنافس، ولكن الفرص قليلة وقليلة، وكرة القدم هي فرص وأهداف قبل كل شيء. لم تمر هذه الكرة، كرة حمودي الطيب لم تمر، تسترجع من سلمي، خطيرة صعبة وبعيدة وبعيدة بعيدة 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 على سلمي وعلى شباب بالوزداد. المتعادل سلبيا صفر مقابل صفر هنا في ملعب عمر حمادي ببلوغين، استكمالا لمباريات الجولة الثانية، جولة ميزها فوز شبيبة الثورة على مولودية وهران، تعادل في الدربي القبائلي بين الشبيبة والمولودية، تعادل ايضا بين اهل البرج وشباب قسنطينه، فوز اولمبي المديه بالعباس امام اتحاد سيدي بالعباس. والى عد الان التعادل السلبي صفر مقابل صفر في هذه المباراه، جوله سته كانت مبطوره من ثلاث مباريات، طبعا مباريات الفرق المعنيه بالمنافسه القاريه. انتظار طبعا الموعد الكبير في ملعب 5 جويلية في كأس رابطة أبطال إفريقيا بين المولودية والوثاق الصيفي. من يفوز يتأهل، والانطلاقة 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 والمخالفة. مخالفة بعد هذا العمل وبعد هذه العرقلة، ومخالفة في مكان مناسب لبالغ سفيان بن دراوية، هو الذي انطلق، هو الذي تعرض للعرقلة. السباح زكريا هو الذي ارتكب الخطأ، والجدار البشري أمام الكرة من
بن دراوية، ولكن اعتقد بانه بالغ هو الذي سيتولى التنفيذ. بالغ وبشو امام الكرة، ولكن اراها بالغ 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 وبعيدة بعيدة من بالغ، تمر جانبية، لم تكن مركزة هذه الكرة. نصف ساعة من المباراة من دون فرص كثيرة خطيرة، الشباب يلعب وفق إمكانياته بعد الذي عاشه وأتلتيك بارادو. التمريرات حاضرة، الفنية حاضرة، والفعالية غائبة إلى حد الآن هنا بملعب عمر حمادي ببلوغين. في آخر مباراة من هذه الجولة قبل إجراء مباراة تكملة الجولة مباشرة بعد عيد الأضحى، وبالمناسبة عيد مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية مسبقا. الكرة لأتلتيك بارادو في واحدة من الهجمات القليلة في هذا الشوط الأول. مباراة تكتيكية أكثر من شيء آخر، تمركز اللعب كثيرا هنا في وسط الميدان. كرة لصلاح أتلتيك بارادو، آدم زرقان، آدم زرقان عنده المساحة، لا يفضل ألا يسدد. بوزوك طلع منه، يسترجعها سالمي، ثم مصباح زكريا. سيدي في بودا ويسترجع الكرة. جرار، الكرة بالوزدادية، الاحتفاظ بها والعودة إلى سباح. عفوا سباح، كيف تذكرت سباح، اللاعب المتميز من الفتوح. ايضا السخ ابن الجمعيه، وبعد ذلك مولود وهران. كثير من المواهب خرجت من وهران، وانطلاقه من سالم الخطير، صعبه صعبه، وضاعت هذه الفرصه على بالغ وشباب بالوزداد. كانت لقطه سريعه وخاطفه في نهايه المطاف. جرار يبقى ساقط على ارضيه الميدان، هجمه معاكسه خاطفه لم تستغل من جانب فريق شباب الوزداد. ندخل 10 دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. الحكم يخلي اللاعبين يتنفسوا قليلا ويشربوا شوية الماء ويسترجعوا أنفاسهم. تأخر بالغ فتو هذه الكرة التي وصلت سهلة إلى توفيق مساوي، بينما هذه المنصة الشرفية لملعب عمر حمادي ببلوغين حضور الكثير من الفضوليين وعشاق اللعب الجميل، وفي مقدمتهم طبعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زاتشي، والمدرب الجديد للمنتخب الوطني جمال بلماضي.
الرجل الذي تعلق عليه آمال كبيرة جدا لإعادة التوازن للمنتخب، لإعادة الأمل إلى منتخب دخلته الكثير من الشكوك، دخل في متاعب، وعشنا أسابيع وأشهر من الكلام والكلام والخيبات أيضا، والقرارات الخاطئة والقرارات الصائبة والقرارات التي أثارت الجدل. إن شاء الله صفحة أخرى جديدة تفتح، ولو أن الأمور صعبة وصعبة 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 جدا. يجب أن نقول الحقيقة كما هي، ليس بالأمر السهل تماما، ليست مسؤولية المدرب فقط بل هي مسؤولية الجميع. الكرة لأتلتيك بارادو ولبوضاوي في الوسط. انخفض رتم المباراة، انخفض رتم المباراة وانخفض النسق، وكأن كل فريق يريد العودة إلى غرف الملابس بنتيجة التعادل السلبي 0-0. هي مباريات بداية الموسم التي تبقى صعبة، مجل الحقيقي للكثير من النوادي. عادة ما يظهر ابتداء من الجولة الرابعة والخامسة، حينها يمكن الحكم على نادي ما، ونعرف ونتكاهن ونتوقع إذا كان قادرا على لعب الأدوار الأولى أو يكتفي باللعب من أجل البقاء. تركت بالرأس ولكن أضاعت، حاول سيدبي الذي يعرف جيدا ملعب عمر حمادي، كان هنا، كان في اتحاد العاصمة قبل أن تتم إعارته إلى شباب الوزداد، قبل ذلك كان في بلدية بجاية. نساخ حذاري، نساخ من المغامرة في هذه المنطقة. فريقك ليس في موقع يسمح لك بأن تغامر وتجازف. الكرة بالوزدانية مع تريكات، العودة إلى بولخوة، بولخوة يرسل طويلة ناحية سالمي، دفاع الأتلتيك يتفوق عن طريق حمودي الطيب وتخرج إلى التماس، التماس بالوزدادي، سالمي يتركها لابن دراوية، ريان تعود إلى سيدبي، سيدبي لتريكات، تريكات القائد تعود لي الكرة. سيدريك محمد طويلة، بشو انطلاقة، يتوغل، المطالبة بالخطأ، ابراهيم يقول لا يوجد أي شيء. انطلاقة لصراع أتلتيك بارادو مع بوضاوي، محاولة البحث عن التوغل، لا يسددون الأتلتيك من بعيد، يحاولون اختراق دفاع شباب الوزداد الصامد لحد الآن والهادئ. كان فيها دفع، كان فيها دفع على بشو، أراه دفع طبعا. جرار عادل أمامكم على الصورة، من غليزان إلى شبيبة القبائل إلى شباب الوزداد. سيدبي ينجح في المراوغة ويستفيد من المخالفة.
طويلة هذه الكرة في راية مرفوعة والتسلل على بالغ سفيان. نسخ بالرأس طويلة. سوء التفاهم بين بندراوية ونسخ لحسن حظ شباب الوزداد في نهاية المطاف. نسخ تمكن من استرجاع هذه الكرة. أشياء تحدث في شوط أول. انخفض الريتم بشكل رهيب. الكرة تبقى في وسط الميدان من دون حلول هجومية لا من أتلتيك بارادو ولا من شباب الوزداد. شوط أول متواضع من كلا الفريقين. لا الشباب ظهر بمستوى جيد وهو أمر مفهوم إلى حد ما، ولا أتلتيك بارادو كشف عن المهارات التي كنا ننتظرها وكنا نتوقعها بقيادة هذا المدرب فرانسيسكو شالو الذي لم يفهم بعد ربما أشياء كثيرة، ولكن عاد إلى أن يضع البصمة اللازمة، لذلك تم استقدامه من أجل تقديم الإضافة لشبان الأتلتيك. وهذا هو أجمل ما في ملعبه عمر حمادي، جمهور شباب الوزداد الحاضر بقوة في أصعب الفترات من أجل مساندة فريقه، بينما هؤلاء الفضوليين الذين عادة ما يحضرون من أجل مشاهدة المباراة بهدوء، لأن أتلتيك بارادو لا يملك قاعدة جماهيرية، هي مدرسة تكوينية، هي أكاديمية تكون اللاعبين، ولكن لديه الكثير من المتعاطفين معها، كثيرون كثيرون يتعاطفون لأنهم فعلا يقومون بعمل مميز. الكرة أيضا لصالح شباب الوزداد مع بالغ 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 بالغ. إلى أين؟ إلى ضربة مرمى. لا شيء حدث في هذا الشوط الأول. غابت الفرص، غابت الخطورة، غاب الإقناع، غابت المتعة، غابت الفرجة في 45 دقيقة. هل سيكون الشوط الثاني مغاير مختلف؟ ذلك ما نتمناه حتى يستمتع معنا ملايين المشاهدين الذين يتابعون معنا هذا النقل المباشر عبر الجزائرية الثالثة من ملعب عمر حمادي ببلوغين. سلمي في الوسط يستفيد من المخالفة. التدخل كان من ميسباح زكريا. ميسباح زكريا هكذا تدخل. الوقت الرسمي سينتهي بعد لحظات قليلة من الآن، وإلى ضربة مرمى هذه الكرة. الصراع كان بين بوشينا مصطفى وبين بالغ، وتدخل وأبطى من أجل تهدئة الأمور. الوقت الرسمي إذن انتهى، وآخر الحملات الهجومية. الحكم يخلي مبدأ الأفضلية بعد التدخل على بوضوي. حمودي الطيب، حمودي الطيب يوزع ويستفيد من الركنية. ركنية لأتلتيك بارادو، بينما مولودية الجزائر منهزمة في المغرب أمام الدفاع الحسن الجديد بهدفين مقابل صفر. ولكن على ضوء هذه النتيجة تتأكد بأن مباراة مولودية الجزائر وفاق ستيف ستكون مصيرية، ولكن التعادل غير مسموح. إن لو تتعادل مولودية والوفاق قد يتأهل دفاع الحسن الجديد،
المهم لازم يفوز فريق اما المولوديه او الوثاق. تتنفذ الركنيه والدفاع دخل في نهايه المطاف. الحكم برايم يقول يعاد او ركنيه اخرى. في تنفيذ اموالي حمزه وركنية أخرى لأتلتيك بارادو. سيدريك يتدخل إلى أين؟ إلى التماس لأتلتيك بارادو الضاغط في اللحظات الأخيرة. نعيجي تركه الملالي وحيدا، الملالي واحد من اللاعبين المتميزين الذي فضل الوجهة الاحترافية. إلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي 0-0 بين أتلتيك بارادو.